بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. سورة قاف مکہ نازل بوت معیشہ 54 آیات و 3 رکوع. سورة قاف اول رکوع ترجمہ. شروع کنا گنامہ خدا ہے ہما کے باز مہربان زبر رحم کنو کی. قسم با قرآن مزن شان بلکن تعجب کت کافران کہ آت کائن گورا ترسینو کی چہمائیان. اڈا گوشت منکران یہ چیزی عجبین. آیا وادی ما بمرن و خاک ببین. یہ پدا آیا دورن چاقلا بتحقیق مارا معلومن ہرچے کے کم کنت زمین چاہیان. و می گورا کتابی ہست کہ ہر چیزا نگاہ دارو کنت. بلکن دروغ مندش کت حق دین وعدے کے آت کے بایان اڑ آیان انت مکارا سرگردان. آیا نگند انت آیان آسمانا وتی برزادا کچون اڈ کت مایا را و سنبہین تین آیا را و نست مایا ہچ ترکی. و زمین را چرگیت کن و دور داتن مایا کوہانا و رودن تین مایا چہمک ڈولن سرسبزن چیزا پر راہی پیش دارگا
وپن دیا گا پہ ہر رجوع کنوکن بندہا ونازل کت ما چا آسمان آپ برکت دارین اڑا رو دن تما بایا باغات و دانا کشار آئی روان بیت و درخت خرمائے برز و بالا روکین کیسیے ہوشگن تل متل و روزی پا بندہان و زندہ کد ما بایشیا مرتگین شہرہ ہمی دابا بیت مردگانی در آیک دروغ بند کتک چایان پیش نوح قوما و چاتے واجہان و سمودا و عادا و فرعونا و لوتے براتان و ایکے نندوکان و طبع قوما ہر یک کیا پیغمبرانا دروغ بند کت وڈا ثابت بوت وعدا منی عذابے